السلام عليكم. اليوم نروحوا لملعب تيزي وزو ونشوفوا آخر صور تاع هذا الملعب الرائع، وبدون ما نطول عليكم لأنه الأشغال فيه أشغال كثيرة راهي على مستوى الفضاءات الداخلية، منطقة الفي بي والمناطق الأخرى تابعة للصحفيين المدعوين، ويعني كل ما لي زانكس الملاحق تاع الملعب. الاشغال راهي تاع لا ديكوراسيون تاع التأثيث تاع التجهيز راهي ماشيه، وان شاء الله تكتمل، ونخليكم تتابعوا الفيديو كما قلت بدون اطاله. السلام عليكم.